الاهلي وهارد لك النادي الزمالك. ازيك يا دكتور؟ وحشني جدا. تعرف ان اول مره نلتقي على الهواء؟ بس وحشنا احنا كل يوم مع بعض. بس اول مره نلتقي على الهواء. اول مره على الهواء مع بعض. شرف كبير طبعا. ربنا يخليك. شرف ليا. الشات الجميله اللي بنحترمها كلنا بكل تاكيد. بس مش ملاحظ حاجه يا دكتور؟ قول. احنا بنتفرج على السوبر فوتوكوبي وكانه كل سوبر السنه اللي فاتت بالزبط. مع الفارق ان المباراه النهائيه كانت ركلات ترجيح مش وقت اضافي. بالزبط. زمالك طبعا اضفى كثير من الاثاره والحماس والجمال على البطوله. فريق طبعا كبير، لعيبه كبار، مدير فني، هو الافضل في البطوله. الافضل لازم طبعا. ليه قلت الافضل في البطوله من وجهه نظرك؟ لانه رغم من اوراقه مش الافضل. رغم ان هو عنده نقائص كثيره جدا، ما عندوش باك رايت تاني، ما عندوش سرد باك تاني، ما عندوش مركز سته خالص، ما عندوش غير فرويد واحد. الاجنحه ليست على المستوى المامول، لكنه بيقدم لك كوره تليق باسم ومكانه وقيمه وشخصيه نادي الزمالك. نادي الزمالك معاك. يعني لازم نشتغل بالاوراق اللي موجوده معاه. ما نقدرش نغفل ده وناخد الموضوع من العنوان. الاهلي كسب البطوله، الاهلي فريق كبير، الاهلي يستحق بكل التاكيد. لكن واحنا بنقول ده نبص حتى على الجوائز، العداله اللي احنا شايفينها. فعلا عواد يستحق احسن حارس البطوله بكل امانه واقتدار. صحيح الشناوي النهارده كان له كلمه الحسم وهتكلم عليه مع حضرتك. زيزو عمل بطوله كبيره جدا، وهو اللي يعني كان ساهم في هدف الزمالك الاولاني في امام بيراميدز. النهارده عمل مباراه كبيره جدا عبد الله سعيد، ونفس الكلام عبد الله سعيد. فرغم ان صفقات الزمالك ما فيهاش غير بن طايك بس، يعني اللي هو حاجه جامده. حتى مش لك لسه حي يعني، لكن في النهايه لازم ادي الزمالك حقه، وهو وصيف البطوله بركلات الترجيح، وجاي من مباراه تانية في السوبر الافريقي مع النادي الاهلي. يعني انت بتخوض مباراتين قويتين امام غريمك التقليدي واللي يملك اوراق يعني في كل مركز، عنده لاعب واثنين، ومع ذلك الزمالك كان يعني على قدم المساواه باستثناء اول نص ساعه اللي كان بطلها بمنتهى الامانه محمد عواد. طيب، الاحداث التي سبقت هذا اللقاء اللي كلنا عارفينها واللي نتمنى ان شاء الله باذن الله تمر خلال الايام القليله القادمه ويعود ابناء نادي الزمالك الى وطنهم مصر ان شاء الله باذن الله، واحنا على ثقه في كده. هل هذه الاحداث كان لها تاثير كبير جدا النهارده في اداء نادي الزمالك، ولا قدر اللاعبين هم يتغلبوا على احزانهم، قدروا ان هم يفصلوا ما بين ما حدث خارج المستطيل الاخضر وداخل المستطيل الاخضر اليوم؟ هاخد من كلام حضرتك واقول انه كان تاثير ايجابي مش تاثير سلبي. كان في محاوله ان انت تثبت وجودك، تكمل تشتغل، وده شيء كويس جدا. ممكن اسماء تانية او انديه تانية ممكن تتعرض لمشكلات النهارده. لا، انت بيغيب عنك عبد الواحد السيد اللي هو مدير الكوره، بيغيب عنك مصطفى شلبي المفروض ان هو لاعب الاساسي في كوينج ليفت، لكن انت بتبدا بناصر ماهر. فالازمه اللي كلنا عارفينها، ويا رب تعدي على خير ان شاء الله ونتعلم الدرس منها. لكن في النهايه في اداء جيد، ما اثرش سلبا على لعيبه نادي الزمالك. الزمالك بدأ اللقاء، صحيح كان الأهلي كان الأفضل، كان عنده رغبة رد الاعتبار في البداية، أحضر أكتر من 3 فرص، كان ممكن الماتش يعني ينقلب. لكن في النهاية أنا بتكلم على الفريق ككل، ولما أقول عواد أنقذ هو جزء من هذا الفريق. مظبوط. وبالتالي الزمالك قدر بعد النص ساعة دي يستفيق. تغيير زياد كمال كانت مهمة. هنا حقف نص ساعة الأول للنادي الأهلي. النادي الأهلي كان ممتلك زمام المباراة تماما، نص الملعب كان قايم بدوره على أكمل ما يكون. ليه السيطرة؟ يعني النادي الأهلي كان مسيطر هذه السيطرة الكاملة، وإيه النقص اللي كان موجود في نادي الزمالك في نص ساعة الأولاني من وجهة نظر؟ رمانة الميزان نص الملعب في نادي الزمالك ما كانش الأفضل. رغم وجود عبد الله السعيد جنب زياد كمال جنب محمد شحاتة، لكن التوليفة دي ما اديتكش القدرة على ان الزمالك يستحوذ ويسيطر ويفرض شخصيته في البداية. غياب دونجا مأثر تأثير كبير جدا. بالتأكيد طبعا دونجا غيابه كان مؤثر بشكل كبير. هو من البداية طبعا هو كان مصاب، ويعني كده كده ما كانش هيشارك في البطولة، لكن ما فيش مركز ستة، وده اللي قلته لحضرتك في الأول. الأهلي في المقابل الراجل بدأ باثنين يعني من اللعيبه الكبار قوي في خط الوسط. مظبوط. فامام عاشور بادئ جنب مروان عطيه، فبدا الاهلي هو الاكثر سيطره واستحواذا. رغبه الفوز كانت واضحه جدا عند النادي الاهلي. حسين الشحات وسام ابو علي اهدروا فرصتين ثلاث، والثالثه جت في العارضه من يحيى عطيه الله. لكن زي ما بقول لك كده، بعد النص ساعه دي وسحب زياد كمال، وهنا انا لا الوم زياد كمال كلاعب، لكن للمره الثانيه او الثالثه يا دكتور
علامات استفهام على صفقة زياد كمال وهو لاعب منتخب أولمبي برضو ما يقدرش نديله. أنا قصدي هل هو في حاجة إلى انسجام أكثر مع لاعب نادي الزمالك ولا هي إمكانيات لاعب ولا محتاج يطور من أدائه داخل مستوى الأرض ولا الكيمياء مش راكبة؟ ما أنا ده اللي أنا بقوله. نقطة ممكن تكون واضحة انسجام يعني الراجل كان يعني كما كسر هو بيلعب في المنتخب الأولمبي وكان موجود معانا في الأولمبياد لو تفتكر في البطولة الأخيرة ولعب وشارك في أكثر من ماتش لكن التركيبة مش واضحة وهنا علامة الاستفهام. الصفقة أبرمت بآليات وأمور يعني تحتاج إلى إعادة نظر فيعني أعتقد أن الزمالك هيبدأ الموسم خلاص أنا تقريبا إحنا بنتكلم في سويعات مش كده وموسم الصفقات انتهى الزمالك عنده زي ما أقول لحضرتك 3 4 مراكز ناقصة في المقابل الأهلي عنده برضه 3 4 مراكز ناقصة ناس كان هل يستطيع الأهلي والزمالك في الأيام القليلة اللي هم يكملوا النقص اللي ولا هنستنى يناير 25 خلاص هنستنى يناير أكتوبر هنستنى يناير هتنتظر يناير وتقريبا هيكون الدور الأول انتهى أو اللي هو مع الموسم الاستثنائي خلاص هتبقى يعني هي دي هو ده التحدي اللي قدام الفرقتين. الأهلي ما عندوش مهاجم تاني بخلاف وسام أبو علي يعني إذا كنا هنقول خبر يعني اعذرني بقى كصحفي اقول الخبر ان الاهلي في خلال ساعات بيحاول ان هو يتفق مع زد على اعاره محمود عبد المنعم كهربا وانهاء علاقته هذا الموسم على الاقل بالنادي الاهلي ان لم يستطع هتبقى يعني هيكمل الراجل لكن زي ما انت شايف الامور ليست على ما يرام ما بين كهربا او والجهاز الفني النادي الاهلي. طبعا القرار اللي اتخذ من كابتن محمد رمضان كان استكمال ل يعني هذا الشكل يعني المتوتر ما بين كهربا وكولر يعني ده خبر يعني شبه مؤكد.